يعني ما أجمع العالم كله، يعني عود من ضمن الكبريت مجموعة تعد على الأصابع الحالات اللي هي مرت عليهم عدم واخذة. طيب أنا تمر علي أعداد حريم يخطبون لي أزواج، حريم يخطبون أزواجهم، ومرت علي أعداد زين وصل عندي واحد حتى لقاية أربع واختتمهم من طرفي أنا ومن مكتبي أنا، ما شاء الله أربع، وأربعة لا زالوا موجودين وعلى ذمته، وكل واحدة منهم وعيلة وعندها عيال. يا جماعة إحنا لو ما سوينا ترى عملية الأعداد هذه وعملية الزواج مثلا وثلاث ورباع اللي الله محلل سبحانه وتعالى ورسولنا يتكلم فيه زين، لما نخلص من مشاكل البيوت اللي قاعد موجودة مكدسة فيها؟ بس ولن تعدلوا يعني، ولن تعدلوا بس مو كله، مو كله أستاذي، مو كله، بس أكثر حالات التعددية عدد قليل. طيب إحنا لا نسكر الخانات كلها مرة واحدة ولا نفتح مجال مرة ما واحدة. تأيدني أن الواحد يعني يأخذ على مرته لأسباب تكون مرته ما تجيب عيال مثلاً، وهي بعيال مريضة عندها ظرف معين يأخذ ثانية، بس بدون ظرف والله أنا بأخذ الثانية عندي فلوس بأخذ الثالثة وعنده هم بعد ما هي منطق بعد شيخنا بعد. طيب الصحة صحته والمال ماله والفلوس فلوسه والحلال حلاله والبيت بيته والبيوت انترسه، كل بيت فيها سبع وخمس وثمان. أسبوع اللي طاف جتني واحدة عندها ثمان بنات تسجلهم عندي على كل واحدة استمارة 20 دينار، من 20 هالثمانية ذا 160، يعني تاخذ على كل استمارة 20 كل دينار؟ استمارة تدفع 20 دينار وهي تضحك وتبتسم بعد زيادة، مو بس جسمها. نعم استمارة يعني تسجل عندك للزواج. أي نعم يعني لحد الحين احنا في زمن 230 بعد الملكة يكون عندك علم، انا قاعد وبعد الملكة 230 غير الخطابات بعضهم اللي تاخذ على كل 1000 تاخذ 500. بس احنا في زمن الحديث يعني في لحد الحين في ناس يعرضون بناتهم للزواج وما الى ذلك، لا بعيب ولا بحرام. بس ليش يعني؟ الرسول اللهم صل وسلم عليه كان يعرض على الانبياء يعرض بناته او يقول لهم ترى كذا كذا روحوا اخطبوا مع فلان، وهو النبي محمد، من اللي ما يبي بناته؟ كل له الشرف ان يتقدم له وياخذ من بناته، لان في عندك بيوت لحد الان يقول لك لا عنده احد من مغربينا، ولا عندنا واحد على مستوى شهادة بنتنا، ولا عندنا واحد كذا، فمضطر انه يخطب ويعرض بنته ويطلع للخطابة ويطلع للخطاب، وبعضهم حتى الصلاة ما يروحهم، فمضطر بهالطريقة هذه. يا هي فاعلة خير، يا اختها، يا امه، يا ابو، شايب كبر في السن عمره 85 يجي عندي مع واحدة من بناته يقدم طلب حق استمارة حق بنته، احنا وين قاعدين؟ يوميا الطلبات هذه، طلباتي يوميا يوميا في عنوسة في الدولة؟ عنوسة؟ إيه؟ والله لا تعد ولا تحصى كبيرة، والله لا تعد ولا تحصى، اللي أنا أشوف بعين اللي يجون في مكتبي والناس اللي موجود، المحاكم مترسة، البيوت مترسة، كل بيت فيه سبع وثمان، شلون ما قال لها عنوسة؟ مقابل رجلين يجون عندك يقدم طلب عندك كل شيء، وتجي واحدة تقول والله أنا عندي ثمان بنات، وفي ريايل يتقدمون، يعني هذه لو ما تفتح لها مجال مثلا وثلاث ورباع، وما تفتح الحكومة للي مثلا مطلقة أعطيهم 2000 عشان بس يأخذ واحدة من المطلقات، لما خلصنا من هذه المشاكل؟ بناتنا ثلاث أرباعهم بالكويت راح يطلعوا من برا وراح يأخذون قل كويتي، أنا متأكد 100%، وطلعوا من بعد التحرير بنات من الكويت تطلع تزوجوا ناس، وعندكم علم في الموضوع هذا كلكم بهالكويت.